السؤال الأول في حقيقته متابعة لسؤال جاء من قبل. Could women physically participate in the burial of Muslim deceased person at the cemetery؟ هل تستطيع المرأة المشاركة في دفن الموتى من المسلمين في المقبرة؟ What is the role on women visiting the graves a few days after the burial؟ Is it permissible or forbidden for women to visit a graves؟ هل يشرع للمرأة أو ما هي القواعد الضابطة لزيارة المرأة إلى المقابر بعد بضعة أيام من الدفن؟ تعرضنا لهذا السؤال في حلقة الماضية، لكن ثمة جديد أضافه السائل أردت أن أنبه عليه في هذا الموقف. إن كان المقصود السؤال عن مشاركة المرأة في حمل الجنازة وإنزالها في قبرها، فلا ينبغي أن يصار إلى شيء من ذلك إلا للضرورة الملجئة. فالحمل والدفن منوط بالرجال، وقد بوب البخاري فقال: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. أخرج أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة، فقال: أتحملنا؟ قلنا: لا. أتدفننا؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أتحملنه؟ قلنا: لا. أتدفننه؟ قلنا: لا. فارجعن مأزورات غير مأجورات. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. والنووي رحمه الله يقول: لا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها رجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. ابن بطال يقول: لقد عذر الله النساء لضعفهن، حيث قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء. وضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. أما إن كان المقصود تشييع الميت وشهود دفنه، يعني اتباع الجنائز مع المشيعين وشهود دفنه مع الشاهدين، فهذا مشروع مع الكراهة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم. أعتقد أن بقية السؤال كنا قد أجبنا عليه في الحلقة الماضية، فأحيل السائل الكريم إلى حلقتنا الماضية، وبالله التوفيق.